سياتو خلال ترأسه لاجتماع دوري مع أعضاء حكومته الفريدة يؤكد على ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة وواضحة لتعزيز التواصل مع المواطن بالمرحلة المقبلة وتزويده بالمعلومة. خاض على الحكي هاي بكير سيادتك، يعني بفهمنا الحكي إنه السنين كلها يلي مضيت ما كان في تواصل معزز وواضح ومحدد مع المواطن وما كنتوا عم تزودوه بالمعلومة، لكن شو كنتوا عم تشتغلوا؟ يعني في مواطنين تانيين عندكم سيادتك؟ هو ما في غيره هالمواطن، دبحتوا السلسفيل تبعه بالاستراتيجيات والآليات. تعليق المواطن السوري الجديد اللي راح يحصل على المعلومة بكل سهولة هيك كانت. بس دقيقة قبل ما نطلع على التعليقات، في عشرات الآلاف من المفقودين من السوريين والمعتقلين لليوم ما في عنهم أي معلومة، وكأنه هالمواطن رجال يسترجي يسأل عن حدا. منشوف التعليقات. لازم نعرف على فكرة، لأننا عنا كل شيء وسائل رفاهية وترف ومصاري لولد ولدنا، ومو ناقصنا غير المعلومات لتصير حياتنا كاملة. يستر على كل شيء، لا تزودونا، منعرف كل شيء. ما بدنا معلومات منهم، نحن بنعرف كل شيء، شو بدها تنفعنا المعلومات؟ إذا الأمور ماشية فينا وبلانا ورأي الشعب مو مهم، بدنا تحسين الوضع المعيشي، دبحنا الفقر وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب نهائياً مع الدخل، زيدوا الرواتب زيادة تعادل هالغلا. وشو راح يستفيد المواطن من المعلومة؟ فعلاً، يا ريت لو سيادته يوضح لنا كيف تمت صفقة إعادة رفات الجندي الإسرائيلي. والله الحكي بفوت من الإذن اليمين وبيطلع من الشمال، لا تعذب حالك بكير ولو؟